طيب قول لي ايه معايير عمليه السمنه؟ بصي، احنا عمليه السمنه كل مدى ما في تطور بيتم فيها، كل مدى ما التوصيات او المعايير اللي احنا على اساسها بنقرر ان الشخص ده يعمل عمليه كل مدى ما هي كمان بتتطور، وكل مدى ما الاوزان بدل ما كانت عاليه قوي في الاول بدات دلوقتي نعملها في الاوزان حتى اللي هي مش عاليه قوي. يعني كنا زمان بنقول ان وزنه فوق ال 100 كيلو ممكن يعمل العمليه. النهارده نزل الوزن ده لوزنه 80 او حتى 85 كيلو على حسب الطول بتاع الشخص نفسه او على حسب الوزن زاد قد ايه. طب ايه اللي خلينا بقينا ننزل يعني تحت 80 كيلو ما ينفعش يعمل عمليه؟ بصي، هي على حسب، لو هو الشخص قصير، يعني لو هو قصير ممكن يعني من 75 كيلو من 75 كيلو ممكن، لو هو مثلا بنتكلم الطول مثلا 160 او 150، الناس بالذات المودلز اللي هم عندهم مشكله كبيره عايزين دايما يبقى شكلهم جسمهم بقوام معين، عندهم مشكله في الاكل، بيحتاجوا يحرموا نفسهم فترات طويله قوي. الاوزان الصغيره اللي زي كده، هنا العمليه دورها مش ان هو بس يخس، هو طبعا دورها ان هو يخس ده مهم، بس الاهم منه ان هو يفضل لفتره طول عمره ما يرجعش يتخن تاني، ما عندوش حته بقى الحرمان والتعب او المجهود الكبير اللي بيبذله عشان يقدر يحافظ على وزنه. لان العمليه سهلت الموضوع خالص دلوقتي، لان هي بتخليه ياكل كميه اكل قليله في الاول اقل من ما جسمه بيحتاج فبيخس. يبتدي يوصل، اول ما يوصل للوزن المثالي هنا العمليه بتظبط نفسها، ان تدخل له اكل على قد وزنه. فهتلاقي دايما احنا مثلا اللي طوله 170 بنقول له انت وزنك المثالي المفروض يكون حوالي 70 كيلو. هتلاقي دايما الناس اللي هي تحب تبقى رفيعه يقول لك لا انا عايز ابقى 65، عايز ابقى 60. هو بيبقى شكله حلو لما يبقى حتى لو هو وزنه اقل شويه من الوزن المثالي بتاعه. هو بالنسبه للثقافه بتاعتنا احنا بتوع الازياء صحيح انه مش يبقى 60 ولا 65، يبقى 50. صحيح، ينزل يعني ينزل كل ده. صحيح، ده الصح بتاع الشكل المظبوط. فبالتالي لو هو مثلا وزنه 75 كيلو عايز ينزل ل 50، انا هنا اقدر اعمله العمليه. انت فاهم قصدي ايه؟ هي دي الفكره، انا محتاج انزل قد ايه؟ العمليه بتنزلني، يعني يفضل اكون عايز انزل 20 كيلو. فاهم قصدي؟ من 20 كيلو وزن زايد عايز اخسهم او اكتر انا اقدر اعمل العمليه. فعلا. طب بتهيألي دي حاجه جديده، كان قبل كده طبعًا. لا لازم يبقى الوزن اوفر بالزبط. جدا عن كده. ويقول لك انت ازاي تعمل العمليه دي في وزن قليل ومش وزن قليل؟ الفكره دي هنا بقى الابحاث الجديده كلها اصلا شغاله على القصه دي. نتيجه ان العمليات مع النجاح بتاعها والناس شافت ان اللايف ستايل او الحياه بعدها احسن كتير، وان انا بقيت اكل كل اللي انا عايزه بكميه قليله وبشبع بسرعه، وفي نفس الوقت ما عنديش حته الحرمان، ما عنديش حته ان انا كل شويه يزيد كيلو 2 كيلو، الهدوم بقت واسعه ضيقه عليا، كل الكلام ده بيختفي تماما. ليه؟ لان انا في الاول بخس لحد ما اوصل للوزن المثالي، وبعد كده بثبت ما برجعش خان تاني خالص. فبيشيل من الدماغ بقى ومن التفكير هاجس بقى ان انا قلقان ان انا ارجع اتخن تاني، او محروم، او عمال كل شويه اروح الجيم، عمال اعمل دايت باستمرار، ازيد واخس وازيد واخس. الكلام ده كله انتهى بعد العمليه. فبدات التوصيات النهارده تنزل، بدل ما كنا بنتكلم في السنه المفرطه اصبحنا بنتكلم في السنه من الدرجه الاولى. اللي هو الناس اللي عندها 20 كيلو وزن زايد او اكتر. العمليه دي اصبحت تكميم المعده، طبعا هي مش تحويل المسار، تحويل المسار ممكن اعملها في الوزن ده لو هو عنده مرض سكر. انما لو انا بتكلم في انقاص الوزن بس عشان اخس وما ارجعش اتخن تاني، انا هنا تكميم معده نزلت مع طبعا عمليه حزام المعده. ايوه، اصبحت العمليتين دول هم دلوقتي اللي ممكن نجريهم للناس اللي هم عندهم سمنه من الدرجه الاولى، اللي هم وزنهم مش كبير قوي.